مرحبا بكم في قناتي. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. ظهر كي عضو فرقة شايني يوم 15 سبتمبر كضيف في برنامج بامز هاوس الذي يقدمه بام بام عضو فرقة جوت 7 على موقع يوتيوب. بعد أن أعجب بمنزل بام بام الواسع، جلس كي مع المضيف وتحدث عن ألبومه المصغر الثاني الذي أصدره مؤخرا والذي يحمل اسم Good and Great. تحدثوا بعد ذلك عن بداية انطلاقته مع شايني وكيف أنه مرت 15 سنة منذ ذلك الوقت، وعندما سئل عما إذا كان هناك شيء قد تغير في هذه الفترة قال كي كل شيء على حاله. ثم سأله بام بام إذا كان هناك فارق بين كونه في العشرينيات والثلاثينيات لأنه يخشى دخول الثلاثينيات، فأجاب كي أنه كان خائفا أيضا من ذلك. قال كي الثلاثينات أكثر متعة بكثير، أنا في الحقيقة أخشى من الأربعينات، لكن الثلاثينات ممتعة جدا. كل ما فعلته في العشرينات كان محرجا والثلاثينات هي الوقت الوحيد الذي يمكنك فيه تصحيح ذلك. ووفقا لكي ليس من السهل قبول الأفعال التي يقوم بها الشخص في العشرينات أو الثلاثينات عندما يكون في الأربعينات أو الخمسينات من قبل المجتمع، ولكن حتى الثلاثينات من الجيد القيام بذلك مما يجعلها الفترة الذهبية للنمو وتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في العشرينات من خلال التجارب والأخطاء في الحياة. أنا أعمل على تصحيح كل الأخطاء التي ارتكبتها في العشرينات. وعندما سئل عن نوع الأخطاء التي كان يشير إليها قال كي أنها كانت أخطاء تتعلق بالموسيقى أو قنوات البث، بالإضافة إلى خطأ أنه كان يعتقد دائما بأنه على حق. في اللحظة التي بلغت فيها 30 رأيت أن هناك أشياء كنت مخطئ فيها أكثر مما كنت أعتقد، لكن لدي فرصة لتصحيحها. انتشر هذا المقطع من مقابلة كي على نطاق واسع حيث اتفق معه الكثير من مستخدمي الانترنت الذين تجاوزوا 30، بينما أعرب مستخدمي الانترنت في العشرينات عن أملهم في الشعور بذلك في المستقبل. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيو إيغاسيو كومسانيدا.